اما هلا رشا خلينا ننتقل لاولى محطاتنا لليوم لنحكي عن موضوع كثير مهم. امبارح صار امس الثلاثاء الكسوف الجزئي للشمس، هي الظاهره يمكن كلياتنا تابعناها وسلطنا الضوء عليها عبر رحلتنا الصباحيه. امبارح حكينا عن التحذيرات المهمه خلال ظاهره الكسوف، بس لنحكي عنها اكثر. قديش فعليا كانت المده الزمنيه؟ هي حوالي ساعتين تقريبا. لنحكي عنها لهي الظاهرة فلكيا. معنا الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية السورية الفلكية. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك نور، يسعد صباحك رشا، صباحكم خير. صباح الخير والمطر. ان شاء الله صباحك المطر والاخبار الحلوة والعطاءات مثل ما بنقول. دائما احنا بنتفائل باول مطرة، صرنا بثاني مطرة، بس كانت يعني مطرة مو بالعقل مثل ما بيقولوا. الحمد لله الله يبعث الخير. امين يا رب. بالذات كمان امبارح احنا كنا يعني بس بدنا شوية تشققات بالغيوم يعني. صح يعني صدفت امبارح يعني انه ما كثير ما تم الرصد. كانت الرؤية هلا صار في رؤية الحمد لله، وصار في حتى الإخبارية السورية مشكورة كمان شاركت بالنقل. صحيح. وفرجت صحيح. للعالم هذه الظاهرة، وكان المفاجئ نور رشا الحضور. بصراحة يلي نحن فاجأنا الحضور، كم الحضور، كم الناس المهتمة. يعني كنا في رحاب مكتبة الأسد الوطنية، العدد يلي كان موجود فاق التوقعات. كنا عم ننقل للدول الأخرى والدول الأخرى عم تنقلنا. فكنا ننظر مثلا للرصد فرضا بالإمارات عشرات، مثلا في دولة أوروبية عشرات، نحن مئات وعم نحكي بالآلاف. وإذا ما بالغنا يعني صحيح. متخيلين مكتبة الأسد الوطنية كلها كانت ما في مكان، كلها تماما ممتلئة، كل واحد معه نظارته، كل واحد جاي مبسوط. رغم الغيوم قدرنا نحن نعالج الموضوع بالنقل المباشر، قدرنا نعالج الموضوع من خلال عين المخرج الاستاذ وسام محمد، وجه له تحيه، كان معنا، كان مبدع امبارح. صبح عليك. تماما كان مبدع بعين الكاميرا. يعني نقل للمشاهد حتى الصوره الحقيقيه لهذه الظاهره. هذه الظاهره كانت رساله هامه جدا بالنسبه لنا، اهتمينا بهذا الموضوع رشا نور، لانه نحن دائما الكسوف بيصير حالة تهويل وتخويف كتير زيادة عن اللزوم. امبارح كانت النقل، كانت الرسالة، كان وجود الناس أن الكسوف ظاهرة طبيعية، ما عندنا أي مشكلة فيه، رصدناه، استمتعنا فيه، تعرفنا عليه، اضحكنا نحن والغيوم اللي اجت تعاكسنا، انكسفت الشمس مرتين. حتى بهي يا دكتور يعني امبارح شفنا السوشيال ميديا انه حتى بهي نحن ما قدرنا نكون. صحيح. الرؤيه واضحه. خلينا هيك بشكل سريع دكتور نحكي عن الظاهره، ايمتى بلشت وايمتى انتهت بالضبط؟ لانه كان في توقعات كثير من الى يعني بالساعات. تمام. بلشت تماما 12:56 و4 ثواني، 12:56 دقيقه و4 ثواني. الذروه كانت 2:11 دقيقة، والنهاية كانت 3:22 دقيقة. مثل ما قلنا يمكن ما كتير كنا محظوظين. صحيح. برصدة بشكل كامل، لأنه كان في غيم، يعني السماء مغيمة كتير. تمام. عم تحضرنا مطرات اليوم، فلهيك يعني كان في شوية خير مخبأ. ما في أي مشكلة يعني. صحيح. بالنهاية قدرنا يعني على القليل ولو بدقائق قليلة قدرنا نشوف الشمس، الكسوف بالنظارات الخاصة بالكسوف. الشيء الجيد أنه حسب امبارح تصريح وزارة الصحة لم تسجل أي إصابة لا سمح الله بالعمى الدائم أو المؤقت، وهذا بيأكد على وعي السوريين اللي نحن فعلا بالبداية لما حزرنا وعن طريقكم امبارح ذكرتوها بصباحنا غير. صحيح. أكدنا أنه يعني عدم النظر بكل بساطة وانتهى الموضوع، يعني ما فيه التهويل والتخويف. فكان سوريا من الدول القليلة يلي كان قرارها جريء بعدم التعطيل. يعني في بعض الدول عطلت المدارس، عطلت الأعمال، عطلت الحياة، لكن بالكسوف الجزئي بنسبة أقل من 50% ما في داعي لكل هالاجراءات. النسبة كانت تقريبا قد ايه؟ النسبة عندنا بسوريا وصلت لذروتها 48%، يعني عندنا نص الشمس ظاهر، وبالتالي نصف الشمس لا يسبب تعتيم، نصف الشمس لن يشعر الانسان العادي باي تغيرات، لن يستطيع الانسان. اليوم انتهينا الكسوف، بصراحة لن يستطيع الانسان بشكل عام النظر الى الكسوف بالعين المجردة لفترة اطول من 10 ثواني، لانه وجه الشمس كان مستمر. وبالتالي ما كان في عنا خطر صراحة. بسوريا من الدول التي لم تتعرض لأي خطر ولم يسجل أي حادثة الحمد لله، وهذا الشيء اللي أكدناه. نحن شعب واعي، ما في داعي نخوف ونهول ولا. وأكثر شيء نحن بنستغربه مثلا صفحات التواصل قبل الكسوف بساعتين يعني. لا تمشوا بالطريق، وبعد الكسوف بأربع ساعات، وما بعرف، ما في شيء تغير. بكل بساطة الشمس مر قدام القمر. يعني لو مو قايلين في كسوف كانت مرقت القصة، ما حدا انتبه. تماما 100%. يمكن كان الخوف لأنه هي يعني خروج الأطفال من المدارس. هي جزئية الأهل ما فينا إلا ما يكونوا حريصين وخايفين، لأنه 12:30 هي خروج جميع الأطفال من المدارس، والطفل ما فيك تضبطه. يعني إذا بتقول له لا تطلع لفوق لبده يطلع يعني. صحيح. نحن بنأكد على كلامك، لكن نحن بنعرف شغلتين، نقطتين أساسيتين. أولا ما في خطر. صحيح. حتى لو الطفل، خلينا نحكي صراحة، لو الطفل
ما رد على التحذيرات وتجرأ وتطلع لفوق شو حيصير؟ فعليا طالما كسوف اقل من 50% وجه الشمس كفيل بانه يردع النظر اليه. هي واحد. اثنين، في كثير وسائل كثير منتهز هالفرصه وانتهزوها وزاره التربيه. انا وصلني انه كثير معلمات ومعلمين حكوا للطلاب عن الكسوف، عن هذه الظاهره. صحيح. شرحوا لهم، استمتعوا، يعني صارت فرصه انه نحن نشرح عن هالظاهره للاطفال وندرسهم اياها. يعني كل بساطه جبنا ورقه بيضاء سقبناها عكسنا الكسوف، كان في تجارب كثير حلوه ومتعه، ظاهره طبيعيه ممتعه جدا. خلينا دكتور هيك نحكي عن الظواهر اللي رافقت هي الظاهره امبارح. في عندنا اول شيء البقعه الشمسيه والانفجارات الشمسيه. والله يا رشا والنور شفنا انفجارات على سطح الشمس شيء مرعب. شو هي البقعه الشمسيه؟ البقعه الشمسيه هي اماكن بارده على سطح الشمس نزلت درجه حرارتها. يعني هي المناطق ما صار فيها اندماج نووي وبالتالي بردت. هي البقعه الشمسيه بتندرس بشكل كتير كبير لانه بتاثر على ما يعرف باسم طقس الفضاء. اذا انفجرت هالبقعه الشمسيه كما حدث بالامس وشاهدنا انفجار واحد منها على طرف الشمس، يرسل أشعة، يرسل ألسنة من اللهب. هذه الألسنة من اللهب تؤثر في الدول التي تصطدم بها على البث التلفزيوني والراديوي وعلى حياة رواد الفضاء. طبعا ما كانت مقابل للأرض الانفجار فما أثر علينا وما شهدنا أي تغيير، لكن بشكل عام كان أن نعرف المهتمين بالبقاع الشمسية تأثير على طقس الفضاء، نعرفهم بالانفجارات الشمسية، نتابع الشمس وهي عم هيك طالع منا الشعلات. تتذكروا نحن أطفال بنرسم الشمس دويرة بيطلع منا أسهم. صح، ما كنا نعرف السما غيرها تماما. الأطفال نحن انبسطنا لما شافوا هي اللهب عم يطلع، فكانت فعلا فرصة. الفرصة الثانية اللي كمان نحن كانت حلوة للناس المشاركة، كيف انه نحن كسوريا مشاركين معظم دول العالم، انه مو بس دول العالم عم تتابع الكسوف وتنقل ونحن عم ننقل، رغم انه في غيوم نقلنا. صحيح. وفعلا اللي اخذناه نحن كتميز عن باقي الدول، نعم باقي الدول قد يكون المراصد عندها متطورة أكثر، تقنيات متطورة أكثر، لكن تميز عنا الحضور. اللي فعلا بعد منه مباشرة فاجأ الجميع قديش في اهتمام من الشعب السوري بالعلم، قديش دائما هم دعاة علم وهم متابعين للعلم، وبأي شيء له علاقة بالعلم بتلاقي الناس لحالها يعني اجت بطريقة جميلة جدا، كان موضوع منظم جدا، شوفوا على التلسكوبات المفلترة، ينتقلوا على تجارب الأطفال، للأطفال خصصنا قطاع، لذوي الإعاقة خصصنا قطاع، للناس الكبار والمختصين خصصنا قطاع، كل واحد نظارته بإيده وكل شوي يطلع، يا شباب راحت الغيمة يلا، عطلع بسرعة بسرعة بسرعة، كان يعني أجواء كتير حلوة، يعني تخيلوا ما أحلاها، إنه الغيمة تروح كلنا بنطلع، نتسابق نحن بالغيمة، مين بيسبق، ففعلا كانت أجواء احتفالية، ظاهرة فلكية ممتعة، رسالة وصلت للعالم، نحن كفلكيين كنا مستمتعين تماما، حضرنا للكسوف القادم بعام 2027. رح يرجع، هاي كنت أسألك إيمتى نحن ممكن نرجع نشوف هي الظاهرة مرة ثانية؟ 2027 يا رشا، وهذاك اليوم الله يعطيكم ويعطينا طولة العمر يوم مميز. النسبة ستتجاوز 80%. يعني نسبة حقيقية، تعتيم فيه كسوف تقريبا شبه كامل، يعني جزء بسيط من الشمس رح يبقى مو محجوب، وبالتالي ظاهرة فعلا وقتها هو اليوم المنشود. يعني كل هالتحضيرات تبع 2022 هي استعداد 2027، لانه فعلا نسبه 80% نسبه كبيره كثير، حجب كامل تقريبا شبه كامل. كل شيء بقى تدريبات دربنا عليها ب 2022 سنقوم بها ب 2027. من 2022 ل 2027 ما عندنا شيء، ما عندنا كسوف ملاحظ لهالدرجة، وبالتالي إضافة لهالظواهر كمان ولادة هلال شهر ربيع الآخر. كمان بعد انتهاء الكسوف ولد هلال شهر ربيع الآخر، وبكرة أول أيام شهر ربيع الآخر. كمان بالإضافة لذلك ظهور كوكب الزهرة في السماء، وأيضا بعض المهتمين اللي لحقوا انشقاقات الغيوم بعض منهم بس استطاع أن يرصد كوكب الزهرة في وضح النهار. كان في إذن كتير شغلات، لكن مثل ما قلتوا بالبداية للأسف الغيوم ما تممت الموضوع. صحيح، نهت الخلاف نهته سريعا. يعني كثافة الغيوم كانت، يعني أول ما جينا على مكان الرصد، طبعا كمان تحية لوزارة الثقافة يلي رعت هذا الموضوع، أول ما جينا كانت الدنيا صافية تماما انبسطنا، لكن بلش الغيوم تيجي وتتكاثف وتتكاثر وتزداد. بس بالنهايه انا بدي اشير لنقطه كثير مهمه رشا نور، فعلا انا من قلبي بشكر وسائل الاعلام اللي نقلت هذا الحدث، لانه فعلا كان الموضوع كثير مهم بالنسبه لنا كفلكيين كناس مهتمه بالعلم، انه نوصل رساله لكل العالم اننا قادرون.
فعلا قادرون وقادرين ننشر العلم مهما صار بسوريا. نحن دعاة علم وسنبقى حملة رسالة العلم، وهذا مجهود كبير عم تقوموا فيه أساسا بالجمعية السورية الفلكية. أكيد بدنا نتشكرك على وجودك معنا الدكتور محمد العصيري رئيس الجمعية السورية الفلكية، وأكيد نحن معك بكل الظواهر رح نسلط الضوء عليها ونحكي عنها أكثر بمحطات قادمة. شكرا كثير لك. يسعد صباحكم نور رشا. يسعد صباحكم. شكرا. يسعد صباحك، وأكيد لنا لقاءات ثانية بصباحات ثانية. يسعد لي صباحك دكتور، وأهلا وسهلا بحضرتك.